مشاهدينا مشاهدي طقس العرب اينما كنتم احييكم، انا محمد الشاكر وزميلي الدكتور ايمن على صوارحه. سلام. سنتحدث اكثر اليوم عن التوقعات الجويه الخاصه بليله الثلاثاء على الاربعاء، خاصه فيما يتعلق بموضوع الغبار، ثم ننتقل للحديث عن اكثر المواضيع انتظارنا هو تساقط الثلوج، وسنكون اكثر تفصيلا في اماكن تساقط وايضا تراكم الثلوج ليله الاربعاء على الخميس. قبل الخوض في التفاصيل أود أن أشير بأن تساقط الثلوج المتوقع نهار الأربعاء يتوقع أو أي مطرات سواء مطرية أو ثلجية يتوقع أن يبدأ اعتبارا من ساعات المساء، وبالتالي خلال ساعات النهار يوم غدا نتوقع أجواء أكثر رملية مغبرة عاصفة. أبدأ معك دكتور، أول شيء بس عليك بالخير. مساء الخير سنور محمد. حاب نحكي أكثر، في هناك العديد من الفيديوهات تداولت اليوم عن غبار كثيف في مناطق واسعة من الأراضي المصرية، رسيمة في منطقة الإسكندرية إضافة إلى القاهرة وأيضا مناطق أخرى في داخل العمق الأراضي المصرية. هل نتوقع هذا الغبار يتجه باتجاه المملكة خلال ساعات الثلاثاء على الأربعاء؟ نعم ذلك صحيح. بالبداية تدنى مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير في مناطق مصر، متوقع أن يتحرك هذا الغبار أو تلك العواصف الرملية بشكل تدريجي نحو المناطق الشرقية نحو المملكة مباشرة، وذلك نتيجة الرياح الجنوبية الغربية السائدة في تلك المناطق وتدفع بهذه الغبار بكميات كبيرة إلى المملكة وسائر المنطقة، وبالتالي نتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية إلى قيم تعتبر يعني متدنية أقل من 1000 متر بشكل أفقي، وهذه القيم ربما تعيق الحياة بعض المناطق. نعم ربما في العقبة سنشهد بعض الأمواج الملاحة البحرية ربما والبرية وكذلك الجوية. إذا هذه الأتربة والرمال يعني هي غبار مصري جايتها من جمهورية مصر وباتجاه المملكة، طبعا هي كنتيجة لتمركز هذا المنخفض تقريبا في المنطقة المحاذية للشمال الغربي من جزيرة قبرص، هناك رياح قوي كما ذكر الدكتور. طب دكتور هل هناك المزيد من الغبار ليلة فجر الأربعاء ونهار الأربعاء تتوقع كمان هناك الغبار؟ طبعا بسبب بعد الجزء الرطب من المنظومة الجوية لغاية دخوله المملكة مع ساعة عصر الأربعاء، ستبقى الأجواء منذ ساعات صباح الأربعاء وحتى على عصر الأربعاء تعاني من هبوب رياح نشطة باردة مثيرة للغبار والأتربة، لكن سيتحسن تدريجيا مدى الرؤية الأفقية، لكن الأجواء يعني اليوم الأربعاء قبل الظهر مغبرة. نعم يعني رغم دكتور عندي سؤال على موضوع رح نشعر الأجواء باردة جدا غدا، رغم درجات حتكون 8-9 درجات في عمان، لكن رح نشعر كأنها أبرد بكثير كنتيجة ربما من جفاف الأجواء وسرعة الرياح. طبعا عدة عوامل، يعني درجة حرارة لما تكون 8-9 درجات مئوية مش كثير دون المعدل بحدود 4-5 درجات مئوية، لكن نشاط الرياح الكبير يعمل على تدني الإحساس بالبرودة لقيم أقل من تلك المسجلة بحدود 4-6 درجات مئوية في بعض المناطق. طيب نأتي إلى الموضوع الأكثر انتظارا، موضوع تساقط الثلوج. الجميع يسأل عن أماكن تساقط الثلوج، أوقاتها، تراكمها، هل هناك ربما يكون عاقل بعض مظاهر الحياة العامة وبالتالي عطلة الخميس، يعني هل هناك عدة أسئلة. سأبدأ معك بسؤال أول، هل هناك تساقط الثلوج متوقع غدا الأربعاء؟ ربما تذكر نهارا ما في، لكن هل مساء راح يبدأ تساقط؟ إن شاء الله يا محمد، مع ساعات مساء العصر ومساء الأربعاء تبدأ الثلوج بالتساقط بدءا من المناطق الشمالية، المرتفعات الجبلية الشمالية في محافظة عجلون وجرش، تمتد لاحقا إلى بعض المرتفعات الجبلية في محافظة إربد، كذلك المفرق، وثم تطال الإقليم الوسط. يعني نحكي عن تقريبا بعد الساعة 6-7 بتبلش بالشمال أو قبل، ممكن قبل شوي محمد. بالضبط، بعدين تنتقل إلى المناطق الوسطى. طب نتحدث عن محافظة محافظة أكثر، يعني لو تبلشنا بمحافظة إربد، طبعا كمدينة إربد دائما أهل إربد بيسألونا إنه في ثلج، وربما بشوفوا بعض الأمطار المخلوطة بإربد، لكن كثلج تعتقد على المناطق وين بتطلع. للأسف هاي المرة يعني التوقعات الجوية ونتائج النماذج العددية لدينا في طقس العرب لا تحمل مبشرات إيجابية لمدينة إربد، ربما بعض الثلوج الممزوجة بالأمطار في الأحياء المرتفعة من مدينة إربد مثل حي إيدون العسكري في جنوب المدينة. لكن في نفس المحافظة هل هناك ثلوج مثلا في مناطق مرتفعة؟ بطبيعة الحال محمد، تتبع منطقة لواء المزار الشمالي إداريا لمحافظة إربد، لكنها جغرافيا تابعة إلى سلسلة جبال عجلون، هذه المناطق ترتفع بحدود 800-900 متر، هذه المناطق ستشهد إن شاء الله تساقطا وتراكما للثلوج في الأحياء المرتفعة منها. طيب الانتقال إلى المحافظة اللي نسميها الثلجية محافظة عجلون،
نتوقع تساقط ثلج جيد على احياء المحافظه، سيما المناطق عجلون تشهد او بها مرتفعات تصل الى 1200 متر، راس منيف، عنجره اضافه للقاعده، تراكمات جيده، ثلوج قويه نوعا ما. بمشيئه الله تبدا الثلوج بعجلون بالتساقط مع ساعات عصر الاربعاء، وتمتد هذه الفرصه حتى صباح الخميس، تكون الذروه قبيل منتصف ليل الاربعاء عفوا على الخميس، تكون المناطق المرتفعه في محافظه عجلون خاصه في منطقه راس منيف، عبين، عبلين والقاعدة، هذه المناطق مرشحة لاستقبال أكبر كميات من الثلوج. يعني حاليا يعني بنحكي إحنا بين كادر تنبات جوية بيناتنا أنه ممكن يوصل التراكمات ما بين 20 إلى 30 سنتيمتر أو أكثر في بعض المناطق المحدودة في هذه المناطق. طيب لو شرقنا للجرش، وين نتوقع الجرش؟ في سوف، ثغرة عصفور؟ طبعا هاي مناطق تابعة محمد لنفس السلسلة الجبلية، زي ما حكينا المزار الشمالي بإربد، هاي المناطق تابعة لنفس السلسلة الجبلية بين عجلون وجرش، متوقع تراكمات جيدة في منطقة سوف، منطقة صخرة، منطقة الحصينيات، منطقة ساكب، هاي فيها إن شاء الله ثغرة عصفور على الطريق الواصل ما بين عمان وإربد، إن شاء الله متوقعين تراكمات بحلول ساعات منتصف ليل الأربعاء إلى الخميس، تراكمات معيقة لبعض مظاهر الحياة العامة. بالانتقال إلى المناطق الوسطى، ربما هي كانت الصعوبة في التوقعات وما زالت بالنسبة للمناطق الوسطى، قبل الخوض في موضوع الثلج، نخوض فقط في نقطة هامة، إنه ليش المناطق الوسطى في هذا المنخفض هيك؟ الناس ربما بتحس إنه إحنا مش كثير عم نكون ندفش تجاه ثلوج في المناطق الوسطى، وأحيانا بنبلش نحكي إنه في ثلج في المناطق الوسطى، هل هناك هل تقع فعلا العاصمة على حفة هذه الجزء الرطب؟ فربما المناطق اللي نتكلم عنها ثلج في المنطقة الوسطى، نحكي عن غرب العاصمة، البلقاء، اين بالضبط المناطق المتوقعة؟ مثل ما حكينا محمد بخلال الأيام الماضية، المملكة عموما تقع على أطراف هذه العاصفة الجوية، كذلك العاصمة عمان تقع على أطراف المنطقة الشمالية، يعني هي تتبع إداريا المنطقة الوسطى لكنها في الطرف الجنوبي للمنطقة الشمالية، وكذلك بطبيعة الحال أصبحت العاصمة عمان ضمن طرف الفعالية الجوية، وبالتالي متوقع أن تشمل الثلوج في المنطقة الوسطى أعالي المنطقة الوسطى وهي مناطق غرب وشمال العاصمة عمان، إضافة إلى مرتفعات البلقاء بدءا منذ ساعات عصر الغد إن شاء الله. ان شاء الله نتكلم عن مرتفعات البلقاء مثل زي متوزه. طبعا مرتفعات البلقاء تشمل بدءا من المناطق الغربيه فيها مثل منطقه زي وام جوزه، ونزولا الى المناطق الاقل ارتفاعا مثل البحيره في محافظه البلقاء، ثم الاحياء المرتفعه في مدينه السلط، وتطال بعد ذلك بشكل يعني بنعرف المسافه بالسياره يا محمد بين السلط وعمان بحدود ربع ساعة ثلث ساعة، ونفس الشيء سرعة الغيوم إن شاء الله عند الحديث بهاي الأمور الفيزيائية، يعني متوقعين الثلوج توصل بسرعة ما بين السلط وعمان بحدود نصف ساعة إلى ساعة، تكون الثلوج شملت مناطق مرتفعة في العاصمة عمان بدءا من صويلح، دابوق، تلال علي، صويلح، جبيهة، جامعة الدنيا، ضاحية الرشيد إن شاء الله. هذه يعني باختصار قبل الانتقال للجنوب الحبيب، عمان ممكن تكون بكرة جزء أجزاء منها بيضة لكن لفترة محدودة، يعني أنا أتوقع تراجع الثلوج فجر الخميس، توقف الثلج بشكل عام، توقع أول شيء محمد بدنا ننوه إنه العاصمة عمان مش بس الصويلح، عندنا مناطق أخرى يعني مكتظة سكانيا بالعاصمة عمان، في جنوب العاصمة عمان، وسط العاصمة عمان، شرق العاصمة عمان، للأسف المؤشرات لدينا لا توحي بتساقط أو ربما نحكيها تراكم الثلوج في هذه المناطق، نعم بقدر مناطق صويلح، يعني منطقة صويلح متميز دائما بالثلوج في العاصمة عمان، يعني ما نتوقع الحقيقة تتراكم الثلوج بشكل ملموس في باقي العاصمة يعني عمان. ممكن بكرة بعمان نفسها نشوف ثلج لو مسك شيء خفيف، لكن التراكم القوي يكون باتجاه تلال علي، الجامعة الأمنية، نعم. رحنا حتى للبلقاء بزاد، يعني كل ما اتجهنا شمالا في المرتفعات الجبليه تزداد التراكم، يعني هي كتبييض او قشره بيضاء يعني متوقعه في مناطق واسعه داخل العاصمه عمان، اما كتراكمات فهي محصوره بالاحياء الشماليه والغربيه من العاصمه عمان. طيب قبل النهايه نخوض في المنطقه الجنوبيه، شايفين في شويه ثلج رغم انه احنا بنحكي انه في اطراف، نحن في الوسط على اطراف العاصمه، طيب شو اللي صار بالجنوب؟ ليش نتوقع ثلج في المنطقه الجنوبيه؟ في عندنا فيزيائيه بالمنخفض الجوي تدعم تشكل الغيوم محليا في مرتفعات الكرك والطفيله والشراء لفتره محدوده من الوقت لا تتعدى ربما ساعتين او ثلاث ساعات مع ساعات مساء والليل الاولى من ليله الغد، تدعم تساقطات لزخات ثلجيه في تلك المناطق دون خلينا نسميها تراكمات محرزه او قويه، يعني بدءا من ساعات منتصف ليل الغد ستتحول الأجواء إلى غالبا صافي مع تناثر للغيوم، أجواء شديدة البرودة في تلك المرتفعات إضافة إلى الغبار.
طبعا ربما اخر شيء حابين ننوه فيه انه باقي المناطق التي لم نذكرها هي عباره عن مناطق تشهد رياح نوعا ما نشطه الى قويه واجواء مغبره طبعا اضافه الى شديده البروده، هذا ما نتوقع في باقي المناطق. نعم تراجع واضح في الحاله الجويه الخميس نتوقع. نعم في أن مع ساعات فجر وصباح الخميس تراجع واضح للفعالية الجوية في وسط المملكة، بطبيعة الحال جنوب وشرق المملكة خارج الفعالية الجوية الممطرة أو المثلجة. مع ساعات نهار الخميس ستصبح الفعالية الجوية على شكل زخات متقطعة في شمال المملكة وربما في وسطها سواء الأمطار أو ثلوج. فكرك عمان يعني الأربعاء الخميس الصبح من لحقها شوية تكون بيضة ولا نص نص ولا شو؟ عشان العطل محمد ولا عشان شو؟ لا يعني أتوقع منظر جميل في العاصمة عمان دائما صباحا. في الأردن منظر الثلج له طابع خاص، اتوقع ربما يكون في بقايا ثلج من الليل الماضي يكون يصحى نلاقيها بيضه في بعض مناطق عمان. والله ان شاء الله يا محمد احنا بندعي وان شاء الله يعني الفرصه مواتيه لانه المناطق الغربيه والشماليه من عمان تكون بيضاء مع ساعات صباح الخميس، اما هل ستكون هذه التراكمات مؤثره على الحياه العامه صباح الخميس؟ هذا يعني فرصه صراحه غير مرتفعه بالنسبه لهذا الوقت، بينما لكن الفرصه موجوده فيه ربما يكون الحديث طبعا ربما تعطيل او شغلات او ربما نعم هناك اعاقه للعديد من مظاهر الحياه في نعم. مرتفعات جلش واجدون العاليه نعم. بما فيها طريق عمان اربد ان شاء الله. بعيدا عن الثلوج تحذيرات فقط دائما ونصائح للاخوه المواطنين غدا طرق الاربعاء الطرق الصحراويه هناك تدني كبير لمدى الرؤيه الافقيه غبار وعواصف رمليه، هناك تحذير ايضا من حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي كنتيجة لازدياد نسبة الغبار في الأجواء، وأيضا هناك تحذير بالنسبة للإخوة السائقين على الطرق الصحراوية حتى ينتبهوا من الرياح الشديدة التي قد تكون قوية وشديدة أحيانا في بعض الفترات. في المنطقة الشمالية والوسطى وأيضا الجنوبية المرتفعات العالية ليلة الأربعاء الخميس بنحذر الإخوة من عدم المسير على الطرقات التي تتعرض لتساقط الثلوج أو الخروج إلى الضرورة القصوى في حال كان هناك تساقط ثلجي كثيف فوق هذه المرتفعات الجبلية. نعود ونلتقيكم ان شاء الله ربما غدا مره بس أخرى. بدنا نسال سؤال محمد قبل ما نعم. نخلص يعني الناس هلا شايفه الجو وهوا كثير متوقع الليله تساقط ثلوج بعمان؟ ليله لا طبعا هو في رياح شديده جدا وغبار وغبار. طب ليله بكره يعني ربما يكون عندنا مطر الليله او ثلج خفيف بشكل سريع ليله الثلاثاء الاربعاء، لكن هذه الرياح عموما راح تبقى موجوده اعتقد وراح يكون في عندنا تساقط الثلج، لكن ان شاء الله يعني مع ساعات زي ما حكينا مساء غدا بعمان ليله بكره ليله الاربعاء الخميس ان شاء الله. نلتقي معكم ان شاء الله في تغطيتنا لهذه الحاله الجويه، كان معكم محمد الشاكر دكتور ايمن صباح من طقس العرب، نلتقي معكم ان شاء الله قريبا الى اللقاء.